يمكنكم متابعة برامج وأخبار قناة النهار أو القناة الإخبارية في الجزائر على موقعنا على اليوتيوب، كما يمكنكم التفاعل معنا من خلال تسجيل تعليقاتكم على كل الأحداث الحصرية التي ينقلها تلفزيون النهار. يقبل أطفال وشباب بمدينة سمسيلت على ممارسة التزلج بأحذية العجلات، حيث أو غياب مرافق التسلية لم يمنعهم من المرح، وهم الآن يطالبون بتخصيص مساحات لهذا النشاط لتجنب خطورة ممارسته في الشوارع. محمد أغولايش يفصل أكثر في هذا التقرير. كل الطرق والشوارع في مدينة تسمسيلت قد تتحول إلى أماكن لممارسة رياضة التزلج على أحذية العجلات. شباب وصبية أتقنوا عروضها، فهي ليست رياضة فقط وإنما بكل تأكيد فرصة للتسلية أيضا. عادي شحال ونلعب لي غولا هذو لي باتا من 2004 وصافا الحمد لله، لقيت روحي من ناحية الفيزيك من ناحية رياضة اسمها هواية للجميع. بون اخترنا هذا شو لي بوات هكا شو لي كيما سبور، خير من حاجة أخرى باسكو لو فيد يديك أي حاجة يديك ليها. حنا اخترنا هذو الآخرين ورياضة وميم طون حاجة مليحة ليك. يتحمل هؤلاء الشباب تبعات انعدام المساحات المخصصة لهذه الرياضة وعدم اعتراف المؤسسات الشبابية بها، بما يعني التفريط في قيمتها والتي من الإنصاف استثمارها في مناسبات عديدة. أنا نبغى الموهبة تاع لي غولاغ لي باتا، ما خصنا حتى حاجة، خصنا مساحة نلعبوا فيها يوفروها لنا. هنا في تسمسيت شغل ما كاش لي يبوسيك باش تدير هذا الجو هذا، مالغري كاع هذو الصوالح كملنا ويعني انا نجحنا في هذا الدومين والحمد لله. ماذا بخاوتي صغار هذو اللي يلعبوا كاع بهم، انهم يتجنبوا البلايص الخطيره واللي يلعبوا فيهم بلايص هكا يكونوا يلعبوا بلاصه كيما بلاصه باينه ما فيهاش الخطوره. لا يمنع حال إهمال رعاية هوايات شباب مدينة تسمسيلت أن يواصلوا البحث دوما عما يضمن رضاهم، ما قد يتضارب مع واقعهم. زميلي نصر، هل مارست ديجا هذه؟ لا أتقنها بتاتا. نعم؟ لا أتقنها بتاتا. لا تتقنها؟ أنا أتقنها. أنا أتقنها جيد. هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصفحة، لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا، لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم.